وانا تحت امر حضرتك في اي تعويض مادي او معنوي يعني. وليك عليا يا دكتور، هعمل لك حمله تصحح صورتك قدام الدنيا كلها. بس بليز الله يخليك ما تجيبش سيره بنتي في التحقيق. انا مش فاهم يا هاني، انت عايزه مني ايه بالظبط؟ ما هو انا موجود هنا علشان انا ما جبتش سيره بنتك. لو انا كنت جبت سيرتها كان زماني بره الحجز. ما هم دول ولاد الاصول، وانا جاي استعطفك واترجاك تخليك على موقفك وما تجيبش سيره بنتي، دي برضه سمعه بنت. انت خايف على سمعتها ولا على سمعه والدها المرشح المنتظر؟ على فكره مش عيب اني اخاف على سمعه بنتي وجوزي. شوفي يا هانم، انا دكتور وتعلمت في شغلتي حاجه اسمها الامانه، واليمين اللي حلفته زي الحلقه في وداني، واللي اتعلم يصون الامانه لا يمكن يشتري البراءه على حساب سمعه حد تاني. وفري تعويضك المادي والمعنوي، وشكرا على الزياره.